متتبعيك قناة فاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص من مقاطعة مولاي رشيد. الموضوع تاع هذا اللقاء هذا هي ملاعب القرب في هذه المقاطعة هذه. من أجل مناقشة هذه القضية دي نستضيف السي يوسف مبروك، حكم دولي سابق وأيضا عضو في مجلس مقاطعة مولاي رشيد الذي انتخب حديثا بعد انتخابات 8 شتنبر 2021. السي مبروك، اتخذوا هذا القرار مؤخرا باغلاق مجموعه من الملاعب تاع القرب على مستوى مقاطعه مولاي رشيد، علاش تم اتخاذ هذا القرار هذا؟ هذه الملاعب هي واحد المكتسب كبير لهذ الساكنه ولهذ المنطقه اللي كتزخر بواحد الطاقه شابه اللي هي كثيره، واللي الان عندها مجموعه من المرافق اللي ممكن انها تبدا فيها وتستمر فيها. قرار ما نسميهوش في الحقيقة قرار إغلاق الملاعب، تتعرف أنه هناك مجموعة من الجمعيات ومن الشباب ومن الأطفال ومن الرياضيين اللي كيستافدوا من هذه المرافق هذه، وارتأينا أو ارتأى السيد رئيس المقاطعة أن الملاعب تغلق بشكل مؤقت على أساس أنه أن نلبي الرغبات ديال الجميع، المتطلبات ديال المتداخلين اللي ذكرتهم سالي في الذكر. الموضوع يعني اعتقد ان الكل تهم الموضوع، لانه غادا تعد فقط البرمجه ديال هذه الملاعب هذه بعد ما غادي يتم تشكيل اللجان، اللي ان شاء الله الاسبوع المقبل غادي يتشكلوا اللجان وغادي يكون كل شيء ان شاء الله جاهز، لان الدوره ان شاء الله غادا تكون الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء المصادقة على النظام الداخلي، وبالتالي غادي يخرجوا لجان العمل ديالهم وغيتعرفوا الناس اللي هما مسؤولين على القطاع الرياضي بالمقاطعة، وان شاء الله غادي يكون خير. واش ملاعب القرب على مستوى مقاطعة مولاي رشيد كافية، خاصة أننا سنعرف بأن هذه المنطقة آهلة بالسكان، وبدون شك أن الشباب اللي تيقبل على ممارسة كرة القدم غادي يكون كثير بزاف. أولا كما أسلف الذكر، لأن فعلا مقاطعة مولاي رشيد ربحات واحد العدد كبير ديال الملاعب العهد ديال مصطفى الحياة، واللي الان الحمد لله جل ما نقولش كل النقاط ديال مولاي رشيد هي تتوفر على ملعب ديال القرب، ولكن هناك مجموعه من الملاعب، وان شاء الله غادي تكون ملاعب اخرى، لانه كتعرف ان رياضه كره القدم هي الرياضه الاكثر شعبيه، ومقاطعه مولاي رشيد تتزخر بطاقات كبيره وشباب تبارك الله المهتم بكره القدم، واكيد انه غادي تكون ملاعب اخرى اللي غادي تزيد تسد الحاجيات ديال هاد الشباب هادو وديال مجموعه من الرياضيين المهتمين بكره القدم. في غضون العشر سنوات تقريبا الجماعات الحضريه تبنت السياسه تاع احداث ملاعب القرب، واش تشوف بان هذه السياسه هذه غادي تساهم في تفريغ المواهب الكرويه، ولا تتبقى غير ممارسات من اجل احنا قضينا الغرض وصافي؟ مما لا شك فيه أن هذه الملاعب هذه غادي تنعكس إيجابا على اكتشاف طاقات كروية خصوصا بالمقاطعة عندنا، ولكن لازم واحد الشرط مهم جدا، وهو لازم أننا نساعد الإخوان ديالنا اللي تيسهروا، وبصراحة واحد مجموعة من الجمعيات، مجموعة من الأكاديميات، مجموعة من المدارس الكروية اللي كيسهروا عليها، واحد المجموعة من الطاقات كيسهروا عليها، يعني ناس اللي هما عندهم شواهد معترف بها من العصبة ومن الجامعة، لاعبين كذلك قدامى، الناس اللي هما عندهم إبداع كبير، الناس اللي تشهد لهم التاريخ على أنهم أعطوا الشيء الكثير في اكتشاف مجموعة من اللاعبين المقاطعة. اليوم أمامنا واحد الفرصة باش أننا نساعدوا، كاين تنظيم ولكن نزيدوا نساعدوا أكثر، نزيدوا أننا نستقطبوا واحد المجموعة من الخبرات الوطنية ودولية للمقاطعة ديالنا، باش انهم يساعدوا هاد الشباب اللي هما في الحقيقة انا يعني تنكلم واحد الاحترام خاص وتقدير، لانهم تضحيوا بالغالي والنفيس من اجل مساعدة الطفل اللي تنتمي لمقاطعة مولاي رشيد، واللي صراحة تيهيئوا لي جميع الظروف باش انه يمارس رياضة كرة القدم في احسن الظروف، والحمد لله راه سنويا كنسمعوا على انه عدد ديال الوليدات من مولاي رشيد كيلتحقوا بفرق وطنية في مستوى عالي، عدد ديال الجمعيات اللي شاركت في تظاهرات عالمية. فاليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحاولوا ما امكن على اننا نمدوا يد العون والمساعدة، ونحاولوا ما امكن ان التجربة ديال 30 سنة في الميدان ديال كرة القدم اننا نقدموا المطلوب منا المقاطعة والتراب اللي احنا كننتميو ليه ان شاء الله تعالى.
على مستوى الممارسه داخل عمل مقاطعه مولاي رشيد او بصفه عامه، واش كاين شي تنسيق ما بين العصبه كره القدم والجماعه؟ الموضوع ينقسم الى شقين. الشق الاول هناك فروق منضويه تحت لواء العصبه اللي تتشرف المقاطعه في الاقسام الشرفيه، وهناك بعض المدارس والجمعيات اللي تتنشط وعلى مستوى المقاطعه وتطمح كذلك على انها تفرض الوجود ديالها وتلتحق بالعصبه. فاش نهضروا على مستوى الملاعب الكره تطرح واحد المشكل تاع جوده العشب تاع الملاعب، واش العشب اللي كاين الان في ملاعب الكره في مدينه في مقاطعه مولاي رشيد صالح لممارسه كرويه جيده ولا غادي يساهم في اصابه اللاعبين خاصه اللاعبين اللي يلا جايين طالعين؟ الملاعب ديال القرب بمقاطعه مولاي رشيد تكسات بعشب اصطناعي فيفا برو، يعني احسن عشب اصطناعي مديور في الملاعب ديال القرب المتواجده عندنا بمقاطعه مولاي رشيد، ولله الحمد ان الملاعب ما تحدثاش السنوات الطويله، انما في السنوات الاخيره من الولايه ديال الاستاذ مصطفى الحياه رئيس المقاطعه السابق، ولا زالت الملاعب مؤهله لانها تستقطب اكبر عدد ممكن ديال المهتمين بكرة القدم، وبالتالي فأعتقد أنه لا خوف على الممارسين فوق أرضية الملاعب بمقاطعة مولاي رشيد. شكرا سي يوسف مبروك على قبول الدعوة. متتبعين قناة انفاس بريس، إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.